أشوف قبل أن نقرأ في أبواب الفتن، لعل كلمة يعني نقولها، لكن أخشى أنها تطول يا أخوة، عن واقعنا في هذا الوقت ونحن بحاجة إليه. في اليوم الفتن حقيقة تعصف يعني ببلاد المسلمين، وهذا المؤسف، هذا هو المؤسف. يعني بدأوا الأيام الأخيرة هذه، طبعا مرت معنا تجارب، مرت معنا تجربة في الصومال، لكن أصبحنا ما نستفيد من التجارب. مرت معنا تجربة بعدها في أفغانستان، ما نستفيد، ما نستفيد من التجارب اللي تقع فينا. جات حركة تونس صفقنا يا شيخ، جاءت حركة حزب الله في لبنان، مظاهرات في الشوارع يا شيخ، هذه فتن يا أخوان. وانتقلت من تونس إلى الجزائر أظن، وإلى ليبيا، وإلى مصر، وما زالت تعصف بهذه البلاد كلها. سوريا متى نتعلم؟ متى نتعلم يا أخوان؟ دائما كلما ترجع تنتهي فتنة وتبدأ واحدة جديدة، ما عندنا أي فائدة ولا يعني استفادة من تجاربنا السابقة. العاقل يستفيد من إيش؟ من التجارب. لا، إحنا ما نستفيد، تركنا العلوم الشرعية، ما نستفيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستفيد أيضا من تجاربنا. كيف نستفيد؟ ما نعرف. البخاري رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب الفتن، أول ما بوب ماذا قال؟ عندكم مكتوب ولا مو مكتوب؟ ها؟ ماذا هو الباب؟ مش عنوان الباب؟ قال باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. هذه المفروض احنا يعني نقول نعم هذه فينا، ويجب ان نعرف ان الفتنة اذا حلت يعني السوء والآثار والشر الذي فيها لا يخص الذين تولوا كبرها، لا، دائما كما يقولون الخير يخص والشر يعم. لكن ما أظن أن فينا أحد يقول هذه الآية تعنيني أنا، يعني إحنا ها الفتنة تصيبنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. سبحان الله يا أخوان، شوفوا الفرق بيننا، وهذا الفرق بين الذكر والرجل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون، جاءت روايات وجاءت أقوال عن الصحابة، أن هذه الآية نزلت في أهل بدر. وإحنا نعرف أنه الصحابة أهل بدر يعني نجوم غائرة في السماء يا شيخ، فوق فوق، ويقولون هذه الآية نزلت في أهل بدر. لا إله إلا الله. وإحنا نقول لا، إحنا الحمد لله إحنا في أمن وأمان، إحنا بسلامة. أهل الشر يا شيخ، الصحابة والله كانوا يرون أن هذه الآية نزلت في بل في أهل بدر، أعلى الصحابة إيش رتبة. فيا أخوان، الفتنة إذا نزلت لا تخص أهل المظاهرات والخروج والمخالفات، تعمنا جميعا. لذلك لابد نكون على حذر، وهذا لذلك شوف يعني حسن التصنيف بدأ به.
الشر الذي يأتي من خلال الفتن تراها تعم الجميع، اللي شارك واللي ما شارك، اللي دخل واللي ما دخل. هذه عنوان الكلمة، لعلنا نمشي فيها قليلا على هذا الباب الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إيش؟ يعني تعم حتى الذين لم يقع منهم الظلم. لذلك الحذر واجب، والتنبه واجب، والأمر جلل خطير، ما هو بيسير. لا تقول الحمد لله أنا ما دخل، لا لا، الشر إذا جاء عم. ومناط الوقاية من الفتن كيف نتقي هذه الفتن، هذا المهم. لأن الأمر إيش يقول؟ واتقوا فتنة. إذن نحن نبحث عن إيش؟ كيف نتقي الفتن؟ مو بس إني أنا ما أدخل، لا لا، نبغى الوقاية العامة للأمة كلها من هذه الفتن. مناط الوقاية يا أخوان جعلها العلماء بحسب الأدلة الشرعية. راح تشوفون أننا لا نأخذ بكلام من كلام العلماء والله إلا ما وافق الدليل أو الأبواب الثلاثة اللي قلنا: قرآن، سنة، صحة. تفضل.